ابو محمد علينا غير سوق. لك شو مفيقك لهلا ونايم هون؟ ما تقوم تنام بالخيمه؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ما في لا قرني ولا اغطي ولا فرشة تكفينا. ابو محمد انت بحياتك رايح على السينما؟ ليش عم تسألني السؤال هلا؟ حضران فيلم اسمه راقص الديسكو. فيلم مصري؟ شو مصري؟ بحياتك يدوج عليك ابو محمد، شو مصري؟ فيلم هندي ببكي الدباب. حضرته بسينما الأهرام. واحد اسمه جيمي بيحب وحدة وطول الفيلم هو وياه على حب وغرام وعشق وهاتني وهاتني جيتك وجتني خدك واخدتك وجيتك. قام بالأخير أبوه ما بيطلع رضيان عليه، عرفت شو؟ لأنه هو فقير ومنتوف، بيكسر له رجله وبيخليه يغني. المهم عنده حفلة، بيجي أستاذه بينخرط هيك من قدام المسرح، بيقول لحاله لك بدي غني. ليش ما بدي غني؟ مزبوط ولا لا أبو محمد؟ بيقوم بزت له أستاذه الجيتار. قام هو بيكسر جيتاره. شوف شو بيساوي أبو محمد؟ بيطلع هيك نظرة بأستاذه، نظرة هيك بتشجع له باطنيته انه ليش انا ما غني، وبيعمل هيك وبنط وراح كسر الجيتار، بيمسك جيتار أستاذه وبيغني. اسمع أبو محمد. يا داره مين يا كروكي نكالوكي دنيا هي دل بالوكي دوروكي نكالوكي دنيا هي دل بالوكي اسيه مالي اسيه كالي دنيا هي دل بالوكي او كاروكي نكالوكي دنيا هي دل بالوكي نتسونا نتجانسي علينا عليه